أوبو رينو 8 برو، جوال مستحيل تشوفه ما يلفت انتباهك بسبب التصميم، فكرة جديدة يعني ما شفتها من قبل. دمج الكاميرا، بروز الكاميرا مع التصميم الخلف جاء بشكل جميل، طاق تصميم حلو. طبعا مايكروفونين كبار، تصميم صراحة جميل. طبعا الخلفية قزاز، وعندك الإطار الألمنيوم اللي همه لمسات خفيفة فيه تعطيك مميزات حلوة. فخلونا نتكلم عن التفاصيل وهل يستحق. طبعا مساد إنه يستحق، أنا أشوفه يستحق، ما هو من خلال التصميم بس في مواصفات تانية. خلونا ندخل بالتفاصيل. خلينا نتكلم الحين بشكل عام. عندك الكاميرتين الخلفية بالإضافة لكاميرا أمامية، بنتكلم عنهم بعد شوي. المهم عندي هنا عندك شريحتين بدون ذاكرة خارجية بالإضافة إلى تايب سي وسماعات ستيريو تسمعونها، من السماعات اللي عجبتني. عندك الطاقة على اليمين والصوت على اليسار، وتشوفون بروز الكاميرا شلون جاي وشلون يدمجوه بشكل جميل. هذا من ناحية التصميم. عندك هنا الشاشة البصمة أوبتيكال، فاستجابة ما واجهت أي مشاكل فيها، يعني استجابة سريعة. عندك الشاشة بحجم 6.7 تشغل تقريبا 90%، لو تلاحظ ما في حواف تقريبا. هذه ميزة لفضل ميديا، بس بالألعاب ممكن أنك ودك تكي شوي إصبعك على الطرف، فهنا ممكن ما تساعدك النقطة هذه كثير، ولكن ما واجهت مشكلة يعني حساسة يعني أو أنها عائق كبير، خاصة أداء الألعاب عليه بيعجبك. ولكن نرجع لموضوع الشاشة، فزي ما قلنا عندك 6.7 تقريبا 90% بدون حواف، شاشة من نوع أومليت تردد 120 هرتز، تعطيك إضاءة تحت الشمس إلى من 500 نتس إلى 950 نتس، وهذا بيعطيك وضوح تحت الشمس يعني بشكل ممتاز، ما هو الأعلى بالسوق ولكن يعتبر ممتاز. جودة الشاشة 1080x2412، فأداء الشاشة ممتاز، خاصة إذا عرفنا سماعات ستيريو، سماعات يعني الصوت قوي واضح. إذا لاحظنا هنا المفروض أن الصوت طالع من جهتين، إذا كتمت من هنا الصوت طالع من هنا. المعالج بيكون ميتك 8100 ماكس مع معمارية 5 نانومتر، وهذا بيعطيك أداء ممتاز في كل النواحي، خاصة إذا عرفنا أنك عندك تقدر توسع الذاكرة العشوائية من 12 جيجا إلى تضيف لها 7 جيجا فيصير مجموع 19. هذا بيريح الجهاز كثيرا باستهلاك الكهرباء وبيفيدك بتعدد المهام. عندك الواجهة كرر 12 مبنية على اندرويد 12. هذه الواجهة من واجهات اللي أنا حابة صراحة، يعني من واجهات استمتعت فيها جدا أثناء استخدام. فيها خيارات عملية زي الخيار الجانبي هنا، بيعطيك مجموعة خيارات ممكن تضيف عليها تطبيقات وممكن تستفيد منها. إذا تخلت إعدادات بيحصل خيارات أكثر، هذا بيضاف لبعض الخيارات بتساعدك على تعديل بعض السمات. فعندك ممكن هنا تغير حجم أيقونات الموجودة في الأعلى في الشريط، وممكن أيضا تغير أيقونات نفسها حق التطبيقات وتغير حجمه. هذه الخيارات بدخل لك بيئة خاصة فيك، هذه من الناس، في ناس يفضلون الأفكار زي هذا بإضافة الألوان وحجم الخط. وعندك خيار بعد أنك تفتح التطبيقات بشكل عام وترجع له مثل ما احتجته، أو ممكن تقسيم الشاشة أيضا. وهذا تقسيم الشاشة من خيارات دائما يعني إذا ما حصلتها في أي واجهة أحس أنها نقص، أنه يساعدك كثيرا بعملية إنتاجية وتعدد التطبيقات. هذا أهم الأفكار الموجودة في الواجهة كرر 12. إذا كنتم ترغبون عمل حلقة خاصة بمميزات الواجهة فعلموني في التعليقات. أداء الألعاب على الجوال أوبو رينو 8 برو أعتبره جدا ممتاز مريح. حد مشكلة اللي ذكرتها في البداية اللي هي الإطارات الضيقة ما أثرت، لأنه سمك الجهاز يساعد أن يتكي الجوال على اليد بدون ما أثر على الشاشة اللمس، فمن ناحية النقطة هذه ممتازة. زي ما أنتم شايف الإطارات الحين على كول أوف ديوتي 60. أما بخصوص الإعدادات فأخذت أعلى إعدادات جودة الرسومات والإطارات، فألعب أنا تقريبا صار لي ساعة، الحرارة ما فيه يعني الوضع طبيعي، وإذا فتحت مود اللعب بيعطيك درجة حرارة الجوال هنا، هم أعطيني هنا 36. خلينا نجي الحين على أداء الكاميرات. طبعا عندك الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة 1.8، أما الثانية فهي 8 ميجا بكسل العريضة الأرثا وايد، بإضافة لكاميرا الماكرو 2 ميجا بكسل. التصوير يدعم إلى 4K 30 إطار و 1080 إلى 240 إطار.
أما الكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.4، تدعم لك تصوير إلى 1038 إطار. عندك التصوير الليلي وهذا الفيديو طبعاً، الأوضاع التقليدية والصور الشخصية، وعندك المزيد هنا مجموعة خيارات، منها تصوير بطيء، منها تصوير عن طريق الفيلم، بإضافة إلى وضع المحتوى بحيث أنك تقدر تحط الإعدادات بالشكل المناسب. أداء الكاميرات بشكل عام كان مرضي، ما كان الأفضل، يعني شفت كاميرات أو نسخ من أوبو رينو مسلسل رينو، يعني كانت مريحة أكثر في التعامل، بالنتائج أفضل. هذه ما هي سيئة، ما هي ممتازة مرة، يعتمد عليها. طبعا أوبو من الشركات ما فيها توافق بينها وبين برنامج سناب شات، فنتائج ما هي عالية بتكون أو مميزة، ولكن كأداء كاميرات أنا عجبني. فهلا أستعرض لكم بعض المقاطع والصور، والقرار يعني تقييم لكم بيكون، ويهمني أسمع رأيكم في التعليقات. البطارية جاءت بحجم 4500، وهذا أقل من المطلوب، ولكن تذكر شغلتين. عندك أول نقطة معمارية 5 نانومتر للمعالج، هذه بيعطيك توفير طاقة، ف 4500 مقياس المعالج هذا مثل 5000 بالمعالجات السابقة من سنوات راحت. هذه النقطة الرئيسية، توفير طاقة بيصير عالي عندك وما هو مخيب ظنك. النقطة الثانية عندك أيضا الشحن، قوة 80 واط، بيعطيك من 0 إلى 40% خلال 10 دقائق. طبعا الشحنة كاملة بتاخذ منك نص ساعة. طبعا بالإضافة للإعدادات الخاصة في البطارية وتوفير الطاقة وتعطيل بعض الأمور وإعدادات المتقدمة هنا، بتحصل لك مجموعة خيارات، هذه بيحسن من أداء البطارية كثير، بيجز يعني مدحت الواجهة من قبل، وعندهم فعلا إضافات حلوة في تحسين استخدام البطارية، فهذه بيفيدك جدا. فعندك خيار مثل تحسين طاقة استعداد أثناء النوم، خلاص بيبدأ هو بالذكاء الصناعي يعرف متى وقت نومك، يبدأ يقلل مستهلاك البطارية، في أشياء أمور كثيرة بيتعرف على استهلاك فيها، وممكن بعض الخيارات تعطلها، هذا بيعطيك يوم راحة من ناحية البطارية وسرعة الشحن. فمن ناحية سلسلة رينو بالذات الفئة العليا منها أعلى فئة زي برو، دائما ما تخيب ظني حسب تجربتي من قبل يعني، ومع الأوبو رينو 8 برو ما تخيب ظنك من ناحية استهلاك البطارية وسرعة الشحن. جوال يدعم NFC وأيضا يدعم شبكة واي فاي إلى 6 جيل ساتس، إضافة البلوتوث 5.3، هذا من أحدث النسخ البلوتوث. خلاصة تجربتي مع أوبو رينو 8 برو، أول شيء هو يعتبر فلاج شيب، معالج حقه أداء ممتاز، معمارية 5 نانومتر، بيعطيك أداء مريح بدون حرارة بدون استهلاك عالي الطاقة، مع دوسة الذاكرة عشوائية 19، هذا بيخلي الجهاز مرتاح أكثر أثناء خاصة تعدد المهام. أداء بطارية شحن قوة 8 واط، بيعطيك يوم يوم ونص حسب نوع استهلاكك، وانت مرتاح حتى لو شحنته أو احتجت تشحنه نص اليوم إذا استهلاك مرة عالي بيكمل معك، يعني شحنة 10 دقائق بتعطيك 40%. فهذه أهم النقاط. طبعا مع الشاشة أومليد تردد 120 هيرتز، بيعطيك تجربة ميديا ممتازة مع السماعات، هذه أهم النقاط اللي شفتها بالجهاز. النقاط اللي ما عجبتني هو أداء الكاميرا، ما كان بالمتوقع على مستوى اللي شفناه دائما من أوبو. نعم أنا أشوفه مرضي، بيعطيك نتائج حلوة خاصة إذا تعرف تصور بزوايا حلوة مع إضاءة، اختيار موقع إضاءة ما هو مخيب ظنك، بعكس بيعطيك نتائج حلوة. هذه خلاص تجربتي، وتقييم لكم بالنهاية، وبالتوفيق إن شاء الله.